فكرك الجماهير في عز الاحتقان والقلق والتوتر ممكن الكلام ده يعمل معاهم شغل؟ امبارح واحد هيفضلوا برضه على ترطيب صوابعهم لغايه اما الاربع ماتشات اللي جايين يخلصوا ونشوفوا الامور هترسي على ايه. امبارح واحد بيقول لي ده انا اتفقت انا وجاري الاثنين اهلاويه هجيب الشاشه بتاعته وينزل يحطها جنب الشاشه الثانيه عشان يبقى فاتح الماتش ده والماتش ده. طب هو في كده يعني؟ طب ما خلاص يعني ركز معانا احنا مالناش دعوه بالناحيه الثانيه. انما هو عايز يعرف طبعا بدل ما يقعد يقلب كل شويه ويسيب حته. لا ما هو الدوري المره دي الحقيقه استثنائي وده المتعه اللي فيه على فكره وليه وضع شديد الخصوصيه حتى واحنا واصلين للامطار الاخيره منه زي ما الناس بتقول. طب شايف بالمناسبه في الاربع مباريات المتبقيه للنادي الاهلي ابتداء من مباراه النهارده امام طلائع الجيش شايف ان في تغيير ما لازم يطرا على لعب النادي الاهلي ولا هيلعبوا زي ما كانوا بيلعبوا قبل كده؟ والله يا كريم بص الماتشات اللي جايه المستويات متقاربه الفرق وفي فرق طبعا متمسكه بالبنط عشان طبعاً. النزول وفي فرق مريحه هتلعب للشهره ويعني مش عايز اقول للاسف ده وضع طبيعي ان كل الفرق بتيجي قدام النادي الاهلي طبعاً. تطلع كل اللي جواها دي طبعاً. تصريحات الجهاز الفني بتاع بعض من النوادي دي اصلا او الفرق دي اصلا يعني هم تحدثوا بهذا المنطق أصل هو الشكل. عايز اقول لك حاجه هو هيتشاف يعني انا هحسبها بحاجه بسيطه كده انا هتشاف اكتر لما اجي معاكوا هنا ولا سي هيروح اي قناه تانية مظبوط انت فاهمه ازاي فلازم اجي لكم وانا لابس كويس قوي وانا بتكلم كويس قوي وانا صحيح. يعني عشان اتشاف هو نفس القصه صحيح اللعيبه اما بتلعب مع اي حد تاني ما خلاص ولا حد عارفها انما التركيز كله في كل ثانيه وكل لعبه وكل خطوه وكل طبعا. من قدام النادي الاهلي فهو بيطلع الكلام ده كله للتاريخ وللشهره وخصوصا بقى كمان هتلاقي الفرق اللي هي لا خايفه من الهبوط ولا خلاص المربع الذهبي بعيده يا في منطقه الدفع زي ما بيقولوا هتلاقيهم بقى ايه بيلعب بقى براحته ودي خطوره الماتشات على فكره صحيح ان فرقه بتلعب تحت ضغط جامد عايزه تكسب وتاخد 3 بول عايزه تضيع وقت او عايزه فرقه بتلعب براحتها طبعا انت فاهمه ازاي فدي من هنا الخطوره انما انا شايف لو ارجع لكلامك ان النادي الاهلي هو نفس الطريقه بتاعته نفس تقريبا الفتره الاخرانيه موسيماني بيغير في نطاق محدود جدا حد تعب مثلا زي بنون مثلا كورونا زي شريف حصل حاجه عايز يريح حد بيريحه حتى في الشوط الثاني يعني انما التشكيل او العناصر الاساسيه او القوام الاساسي بيبقى زي ما هو مزيد كلام المعتاد من التركيز مزيد من الاصرار على المكسب احنا شفنا يعني زي ما بقول لك المنافس مثلا المباراه بتاعته الاخيره مع الاسماعيلي الحظ والتوفيق الراجل بيشوط كوره الجون راح يترمي عليها تخبط في رجل المدافع وتغير اتجاهها وتروح جون دي بتاعت ربنا بقى مش بتاعت حد صحيح. ويجيب الجون الثاني يعزز الجون على طول بجون ثاني وخلاص الموضوع يعني لو هنتكلم فنيا ما راحش على جون الاسماعيلي وضيع فرص زي ما النادي الاهلي عمل صحيح. في مباراته مع الاسماعيلي في الشوط الثاني بالتحديد اكتر من انفراد ايوه صح والكره اللي بكررها ثاني بتاعت صلاح فهي تركيز واصرار على المكسب واللي ربنا بقى رايده هيكون يعني